الواقع. بالأمس يحتفل العالم باليوم العالمي للعمل الخيري، ونستضيف معنا في هذا المحور جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن كنموذج مميز للعمل الخيري في المملكة العربية السعودية. طبعا لجمعية ترأف جهودها وبرامجها المستدامة التي تبني شخصيات الأيتام وتطلق قدراتهم وتمكينهم وفق عمل مؤسسي متميز عبر برامج ومبادرات رعوية وبنائية شاملة، وذلك سعيا للوصول إلى تحقيق رؤيتها المنشودة المتمثلة في الريادة في بناء وتمكين الأيتام وأسرهم لإحداث نجاحات تنموية ملهمة وتحقيق دورها التنموي المطلوب الذي يتماشى مع رؤية المملكة الرائدة 2030. للحديث أكثر حول هذا الموضوع وحول هذه الجمعية ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ مشعل بن عقلة العنزي مدير التميز المؤسسي بجمعية ترأف. حياك الله أستاذ مشعل ومساك الله بالخير على شاشة المجد في برنامج الله يحييك أخي محمد أخي سلطان، مساكم جميل وحيا الله الأخوة والأخوات المستمعين والمشاهدين، وسعيد جدا بأن أكون معكم في هذا اللقاء. وحنا أسعد أستاذ مشعل. أستاذ مشعل، أنت مدير أحد القطاعات في أحد الجمعيات في المملكة العربية السعودية، كيف ترون دور المملكة العربية السعودية في دعم العمل الخيري؟ الحقيقة أن ثقافة العمل الخيري صفة ملازمة للمجتمع السعودي، وهذه الصفة منطلقة من قيم ديننا الإسلامي الذي يدعو إلى التكافل والتعاون والتراحم بين أفراده، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقد سن حكام هذه البلاد المباركة سنة حسنة في التواصي بإخواننا المسلمين في كل مكان، سواء في داخل المملكة أو خارجها، وبذل الكثير من الدعم للعمل الخيري والاهتمام بقضايا المسلمين. وهذا نهج يعني سارت عليه هذه البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، واقتفى أثره أبناءه البررة حتى عهد قادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، الذي شهد العمل الخيري في عهده نقلة جديدة ونوعية كان لها أثرها الطيب. وبلادنا ولله الحمد يعني تزخر بأعداد كبيرة من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تعزز وتنشر الخير في مجتمعنا، ويقوم على نشاطها الآلاف من أبناء الوطن، نسأل الله أن يبارك في جهودهم. آمين. طيب أستاذ مشعل، أستاذ مشعل، أنت اليوم تقف على الجمعية وأنت مدير تميز المؤسسي بجمعية ترأف، وأنت على في الميدان وعلى أرض الواقع، لو تحدثنا عن رؤية المملكة 2030 ودورها في تنمية القطاع الغير الربحي. بالنسبة لرؤية المملكة 2030، الحقيقة أن القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية شهد تطورا هائلا في عهد قادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، حيث عززت رؤية 2030 من قيمة العمل الخيري، ووضعت خطة متكاملة لدعم القطاع غير الربحي، وجعلته ركنا من أركان التنمية في البلد، مشاركا للقطاعين الحكومي والخاص. ونذكر لكم بعض الأهداف، مثلا زيادة عدد المتطوعين من 11,000 متطوع إلى 1,000,000 متطوع بحلول عام 2030 بإذن الله. بل إضافة على ذلك، دعت رؤية المملكة 2030 لتطوير أداء الجمعيات الخيرية حتى يكون لها دور مهم في الناتج المحلي ورفع نسبته من أقل من 1% إلى 5%. جميل. ولدعم وتنمية القطاع غير الربحي وتحقيق أثر أعظم للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، والذي يعد هدفا استراتيجيا ضمن رؤية 2030. صحيح. تم تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي واعتماد تنظيمه من مجلس الوزراء وارتباطه مباشرة
برئيس مجلس الوزراء، ويعد هذا المركز يعني احد مبادرات برنامج التحول الوطني لتنميه القطاع غير الربحي. صحيح استاذ مشعل، احنا نتكلم انه بالامس يحتفل العالم باليوم العالمي للعمل الخيري. ماذا قدمت جمعيه ترائف بمناسبه هذا اليوم؟ بدايه نعطي تعريف مختصر للجمعيه. جمعيه ترائف جمعيه متخصصه في رعايه الايتام واليتيمات واسرهم في محافظه حفر الباطن والمراكز التابعه لها، وهي مسجله رسميا في وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه في المملكه برقم 1039. ماذا تقدم لهم؟ تقدم لهم الرعايه الشامله بما في ذلك الرعايه الاجتماعيه والتعليميه والسلوكيه والنفسيه والصحيه والتربويه والثقافيه، من خلال تقديم اكثر من 86 خدمه تساهم في سد احتياجات وتحقيق تطلعات الايتام واليتيمات واسرهم وفق عمل مؤسسي منظم. ويستفيد من خدمات الجمعيه 6562 مستفيد ما شاء الله ومستفيده ما شاء الله. تهدف الجمعيه للرياده في بناء اليتيم واسرته لاحداث نجاحات تنمويه مهمه. اما بالنسبه لدور الجمعيه الاجتماعي، فتسعى الجمعيه لاحداث اثر على المستفيدين يتمثل في تخفيف الاعباء المعيشيه لاسر الايتام من خلال الرعايه الاجتماعيه والصحيه والاضافيه، يعني عبر توفير الخدمات والاحتياجات التي تحتاجها الاسره لتنعم بحياه كريمه. اضافه على تحويل من اسر المستفيده اسر مكتفيه عبر دعم برامج ومشاريع للاسر وتقديم الاطراب والتسهيل على الاسر وتقديم الدعم التوعوي والمادي والتثقيف اللازم، لتكون بذلك قد اسهمت في جوده الحياه لهذه الاسر وفتحت لهم افاق واسعه. هذا بالنسبه للجانب الاجتماعي. اما بالنسبه لدور الجمعيه في التعليم والتربيه والذي يعد حقيقة هذا الدور في هذا الزمن هو التحدي الأكبر، هو الحقيقة يعني قيمة مضافة لأي إنسان. فالجمعية تسعى لتحقيق تميز تعليمي وتربوي ومهاري من خلال البرامج التعليمية والتربوية وبرامج التدريب كذلك، وكذلك الإسهام في ارتفاع تحقيق الفرص الوظيفية والدراسة الجامعية وريادة الأعمال من خلال البرامج التنموية التي تقدمها الجمعية، وذلك عبر ناديين. لدينا ناديين على مساحة 11,000 متر مربع. ماذا يوجد داخل هذه الأندية؟ توجد قاعات تنموية ومهارية لاكتشاف المواهب، وكذلك فصول دراسية وقاعات تدريبية ومسارح وقاعات وعروض وصالات ترفيهية وغيرها، لتسهم في ذلك مشيئة الله في بناء يتيم ممكن معرفيا وسلوكيا ومزودا بمهارة وخبرة وموهبة. وأندية ترائف تخدم الطلاب والطالبات من الأول ابتدائي وحتى يتخرجوا من المرحلة الجامعية. ومؤخرا ولله الحمد حصلت أندية الجمعية على جائزة التميز في العمل الخيري في نسختها الأخيرة على مستوى المملكة كأفضل مشروع تنموي وخيري في المملكة، وكذلك الجمعية حاصلة على جائزة المؤسسات المتميزة في مجال رعاية الأيتام الدولية لعام 2020، وكذلك مرتين على التوالي حصلت على الأولمبياد الوطني على مستوى المملكة. ما شاء الله. وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري، قلدت جود الإسكان جمعية ترائف وسام التميز بمناسبة جهودها وتميزها في خدمة الأسر المستفيدة والمدعومة من منصة جود الإسكان. طيب أستاذ مشعل، أنتم اليوم في الجمعية لديكم حقيقة العديد من الشراكات، يعني الحكومية مع وزارة التعليم وغيرها، وأيضا الشراكات الصحية مع المستشفيات. كيف وجدتم وأنتم أيضا تهتمون كما ذكرت أنت في الجمعية بتنمية هذا اليتيم وتنميته مهاريا ومعرفيا وتدريبه حتى يتخرج من الجامعة ويكون مؤهلا لسوق العمل؟ كيف وجدتم تفاعل القطاع الخاص معكم في التدريب والتمكين وتطوير المواهب؟
بالنسبه للشراكات لدينا شراكات يعني استراتيجيه مثل شراكتنا مع اداره التعليم، وهذه الشراكه يعني قبل اسبوعين دشنا سعاده مدير التعليم حفظه الباطن الاستاذ محمد بن علي البحطاني 7 مبادرات لعوده امنه للدراسه. كذلك تحت شعار عوده امنه هذه يعني المبادرة تهدف إلى تهيئة الطلاب والطالبات وتسهيل عودتهم الآمنة للمقرات التعليمية وتوفير بيئة تعليمية صحية وسليمة بإذن الله تعالى. أستاذ مشعل بن عقلة العنزي، مدير التميز المؤسسي بجمعية ترائف، شكرا لك على هذه المداخلة وعلى هذه الإيضاحات وعلى مثل هذه القيادات ومثل هذه المبادرات اللي حقيقة نفخر فيها في مجال القطاع الغير ربحي وفي مجال العمل الخيري خاصة.